محكمة اسكندر الكبير استمرت اليوم أيضا، لكن لم تصدر أي قرارات. وقد جاء في ادعاء القضية التي شغلت الرأي العام أن تنظيم اسكندر الكبير قد ارتكب جرائم سياسية كثيرة ونفذ عمليات كبيرة، وأن عددا من أصحاب المناصب المدنية والعسكرية متورطون في التنظيم المذكور. وقد طالب المدعي العام بإصدار حكم مؤبد تحت حراسة مشددة، بينما الرأي العام ينتظر نتيجة المحاكمة بفضول شديد. استاذ، ليش ما أخلو سبيلك اليوم؟ مالي مستعجل، كل شيء وقته بيصير. عم بيقولوا انك حرقت تراد على الدار وعيلته، شو ردك على الموضوع؟ الله يرحم كل اللي ماتوا، وإن شاء الله العواضب سلامة تكون انتو. يلا شوف وشو منيح. ان شاء الله مرتاح يا مراد. عم بديروا بالهم عليك هون منيح؟ بما فيها مراد ما حدا صدق كلامي، بس هلا بنشوف مين ناره أكبر من التاني، اسكندر ولا السيد مراد؟ شوف خليكم كلكم وراي. يلا بسرعه. علي علي يلا طلع. علي
ليش؟ دير بالك بابا عمر، تعو في الموت. تعالي خلص اهدوا شوي، طولوا بالكم. دير بالك على روحي شوي، ضعيفة كثير. يلا حكمة جيب البطاريات بسرعة. يلا يا دير بالك. يلا شباب بسرعة، يلا حكمة حطوا على البوابة مشان ما يفوت الدخان. هيدي البطانية. خلي بالك يا مرة. يا ربي دخيلك شايفينا يا نعمة يا ربي. يلا يلا بسرعة. اصحي يا بنتي، كونوا ردي علي. امي يا بنتي امي، كرمال الله امي. شو بكي؟ بس يا حبيبي بس حبيبي الحلو، لا تبكي، يسلم لي هالوش. الله يسلم هالإيدين. صحتين وهنا. ليك بابا عمر شو جبلنا معه؟ وين راح حكمت؟ عند كونول جوا. ما في أخبار جديدة؟ لا والله. بابا هدي صغير كونون، ردي علي حبيبتي، ردي علي. رح نطلع يلا. يا قرب لهون، انا بس نوله من برا. اطلع. يلا يلا اطلعي يلا. الله يهمك حبيبي جدا. يلا يلا عزيزيك. سمي بالله. بسم الله. لا يا حبيبي، لا يا عزيزي، لا تخاف. لا يا حبيبي، لا هات ايدك بابا، لا تخاف. يلا بابا وصلت الروح ونحن بنحبكم بعدين. تعال حبيبي تعال، لا تخاف، انا معك يا حبيبي، انا معك. يلا يلا يا حبيبي، يلا امشي حبيبي امشي. بسرعة حكمت، يلا يلا شباب بسرعة، حتى يلا حتى بسرعة. يلا يلا Ha 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 ha!
لشيرتك كمان. الله يا جيران يلا. تحملوا شوية. اجت الاطفائية يا شباب. ما يلا نطلع من هون. يلا امشي امشي. يلا خلينا نمشي. يلا شيلها بسرعة. يلا يلا. لا تسوها. بظن انه تذكرت شو بدك تحكي معها. ماني متذكر. معلش بلكي انا بقدر ساعدك تتذكر. الختيارية قروق الكتاب بمقرهم السري. تتذكر الكتاب؟ الكتاب الاحمر؟ ايوه الكتاب الاحمر. احكي لي وين قروق يا بقى. بمكان سري. ايه بس وين؟ ما بعرف وين. خلاص انسى منلاقي المقر لحالنا. هلا احكي لي شو قريت بالكتاب الاحمر يا مراد. الامن القومي، الاستراتيجية السياسية، اعداء تركيا الداخليين وكمان الخارجيين، النضال ضد عدو الدولة، العوامل السلبية. لك هدول بعرفهم. هلأ أنا بدي أعرف مين اللي بياخد القرارات ومين اللي بيأمر بتنفيذها. يعني مين هو اللي بيشتغل مع الختيارية يا ابني؟ ما قريت أسميهم بالكتاب؟ بل قريتهم. طيب مين هني؟ ما عم بقدر اتذكر. ليه ما عندي غيرك يا مراد؟ والله تعبتني. خلصنا بقى في ورانا شغل. ما عم بقدر اتذكر.